حنا في الحقيقه الثقه ديالنا كاينه عند مسيو برنار رودريغيز اللي شتي بالنسبه للعابه اللي كانوا عندنا حنا ثقين في اللعابه ديالنا وعارفين بما التقنيات ديالهم كبيره والمستوى ديالهم الكروي كبير. المشكل اللي كان عندنا ماشي كان يمكن المشكل ديال الجروب اللي ما كانش سودي اللي ما كانتش هذيك الامبيونس اللي كتجعل انه تكون عند واحد الرغبه ديال لا فولونتي دو 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 غاني لا راج دو غاني كيف ما شفناها عند اللعابه ديال الرجاء اللي نهار السبت ملي كتشوف فريق منهزم باربعه لواحد وبقى 18 دقيقه ودور مهم ديال نهار السبت هو الجمهور لانه شحال من جمهور كيشوف فريق ديالو خاسر غير بواحد لزيرو ما كيبقاش يشجعو كيبدا يعاير الفريق. هادو كانوا فريق خاسر باربعة لواحد وبقى الجمهور مساند الفريق والثقة ديالو في الفريق اللي جعلته وصل لو ريزولتا اسكونتي. واخا يمكن غادي يقولوا حنا كنا باغيين يمكن الوداد تأهل لهذا ولكن الحمد لله انه الفوز كان الفوز ديال الجمهور والفوز ديال الكرة لانه سي جو بونس يمكن ان دي ميور ديربي اللي ما كانش لو ميور ديربي اللي داز في الدار البيضاء. وهو التكريم ديال الصحافه الرياضيين اللي في الحقيقه الا جينا نشوفوا بلا بهم حنا ما نكونوش لان شكون اللي كيوصل الاخبار ديالنا اكثريه بالنسبه لنا حنا ك بطولات ثانيه اللي ما كاينش عليها واحد التغطيه تلفزيونيه اللي كيف ما كاينه في البطوله الاولى ولا حنا كيف ما كنا كنعيشوا العام اللي فات في البطوله ديال الهوات كما كانوش الصحفيين كيديروا هذه الخدمه يمكن اتصال ما عمره ما يكون ما بيننا وما بين الساكنه وما بيننا وما بين الجمهور لان ما كايناش شي تغطيه تلفزيونيه. دونك الحمد لله اللي كانوا هما اللي مكنونا باش نبقاو مواصلين مع الجمهور ديالنا. والصحفيين المستقبل حنا كنشكروهم وكنتمناو باش يبقاو يديروا الخدمه ديالهم افيك لو بلوس دامبارسياليتي. الحمد لله كاين بزاف ديال الصحفيين كنعرفوهم حتى هما بحالنا بحالهم كيكونوا عندهم واحد انتماء لواحد الفريق ولا شي حاجه ولكن لو بروفيسيوناليزم ديالهم كيجعلهم انه يكونوا امبارسيال وكنتمناو يبقاو ديما هكاك.